والله يعطيكم العافية من هذا المنبر ومن هذه اللحظة نجدد الولاء والبيعة لمقام سيدي خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز. أبو فهد يستاهل. أبو فهد نجدد البيعة والولاء لمقام سيدي خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان أمير الشباب. أسأل الله يعزهم ولا يعز عليهم إن شاء الله يا رب. السلام يا ابو يقول تنصاني الافكار من كل صوب وصوب هواجيس شعر نارها في الصدر حيه اورد على عد الروابين نوب ونوب واجيب القصيده الجزل والنيه النيه وسوق القدم صوب القمم والقدر مكتوب عسى الله يبدل لي بحسنها عن السيئه توكلت باسم الواحد الوالي المطلوب اله تحت رحمته رفعه وماويه توكلت باسم الواحد الوالي المطلوب إله تحت رحمته رفعه ماوية بعدها سلام الله من الشاعر المحسوب عدد ما يلوح البرق في عرض وسمية على معزي اللي باني المجد طوب وطوب وشيد صروح في سما العز مبنية بعد ما الجزيرة ذاك ناهب وذا منهوب وبعد كان ما يا من الخي من خيه تعلى على صهوة جواده وقاد حروب وجمع اشتات الدار من كل نوعية. يا سلام يا سلام. تحت راية التوحيد خلى العدو يتوب وعلابنا فوق النجوم السماوية يقود المسيرة حاك مما عليه عيوب وحنا معه نقلط على الموت جهرية الطيح العدا تحته وفنجالهم مشروبه وبين تنسيفه وتعديل شخصية. الله يقود المسيرة حاك مما عليه عيوب وحنا معه نقلط على الموت جهرية الطيح العدا تحته وفنجالهم مشروبه وبين تنسيفه وتعديل شخصية يدوم الوطن شامخ تحت ظلكم مصحوب بعز ومعزة واعتزاز ومحنية ويدوم الملك سلمان. قولوا أمين. ويدوم الملك سلمان واللي بدل هنوبه على العز والطاعة الدومة السعودية. يا سلام. سلاماتكم. يا سلام يا سلام يا سلام. صح الله لسانك وحياك الله يا ابو ما نجي لم بعدك سعد الله يرحم والديك انت وافي وعلمك طيب طول عمرك شرفتنا الله يحييك الله انا وياك بنروح المجلس وبنجلس وبننتقل لحاره الترفيه ثم نرجع ناخذ علومك باذن الله الله يحييك.